بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعينا عبر قناة عمان الرياضية. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج عناوين. بعزيمة وإصرار لبى رجال منتخب الوطن نداء الجماهير بعبور البحرين وبلوغ شاطئ نهائي خليج 23. نجومنا كانوا عند حسن الظن، كما استحق نجمنا كانوا جائزة أفضل لاعب، وكانوا رجال الأحمر قد تصدروا عناوين الصحف وبكلمات فيها من الفخر والتحفيز ما فيها. وتاليا أبرز العناوين. منتخبنا يعبر البحرين ويبلغ نهائي خليج 23. جماهير الأحمر، كلمة السر في تألق المنتخب الوطني. كانوا يتوجوا بجائزة أفضل لاعب في لقاء البحرين. فوزي بشير، احترامنا للمنافس سر فوزنا وبلوغ النهائي. ركلات الجزاء تقصي العراق وتمنح الإمارات بطاقة العبور للنهائي. تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس الخليج 23 والمقامة في دولة الكويت، بعد الفوز على المنتخب البحريني في نصف النهائي باستاد جابر الدولي بهدف ثمين. هذا التأهل المثير كان عنوانا للغلاف الرياضي لصحيفة عمان، حيث عنونت: منتخبنا المجيد يصل نهائي كأس الخليج. وبهذا التأهل يصل منتخبنا للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي كأس الخليج، لينثر الفرح في جميع أرجاء الوطن العزيز بعد أداء متميز طوال شوطي المباراة التي كانت بالفعل مثيرة طوال 95 دقيقة بما فيها الوقت بدل الضائع. وسطر اللاعبون ملحمة كروية، وكان حارس المنتخب فائز رشيدي أحد أبطالها عندما ذاد عن مرماه وأنقذ العديد من الفرص والتسديدات الصعبة. أفراح التأهل عمت أرجاء السلطنة، وصحيفة الشبيبة تزينت بعنوان مثير جاء فيه: عبرنا البحرين. وأشادت الصحيفة بالمستوى الفني الذي قدمه المنافس وإلى صعوبة اللقاء، كما أثنت على الانضباط التكتيكي لنجوم منتخبنا في اللقاء والذي مكنهم في نهاية المطاف من المحافظة على هدف اللقاء الذي جاء بالخطأ من قبل مهاجم البحرين في شباك فريقه. تصريحات الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الهولندي فيم فيربيك، والتي قال فيها: نجحنا في تخطي عقبة البحرين في نصف النهائي، جهود اللاعبين كانت كبيرة، المباراة كانت صعبة ونجحنا في حسمها منذ الشوط الأول. كانت محط اهتمام صحيفة الرؤية التي خرجت بعنوان: فرحة الصعود للنهائي. وأضاف فيربيك خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: ضغط البحرين في الشوط الثاني وشكلت مساعيه بعض الخطورة، المنظومة الدفاعية نجحت في المحافظة على تفوقنا حتى النهاية، اللقاء الصعب. كما تطرقت الصحيفة إلى مسيرات الفرح في العاصمة الكويتية وفي كافة أرجاء السلطنة في ليلة لن تنسى. أسباب تفوق منتخبنا الوطني على شقيقه البحريني استعرضها نجم منتخبنا الوطني السابق فوزي بشير على صفحات جريدة الاتحاد الإماراتية. نتابع. حققنا المطلوب وصعدنا إلى النهائي، هذا هو الأهم، رغم الشوط الثاني السيء الذي قدمه منتخبنا الوطني في الجانب الهجومي، وتراجع الفريق إلى الدفاع أمام الهجوم الضاغط للبحرين، ولكن دانت السيطرة والأفضلية لعمان في مجمل المباراة، كما فرض تفوقه وسيطرته الكاملة على الشوط الأول وتقدم بهدف. وفي الشوط الثاني استطاع فيربيك أن يصل بالمباراة إلى بر الأمان ويحافظ على التقدم. من أبرز ما يمكن الإشادة به في صعود منتخب الوطني إلى نهاية خليج 23 هو احترامه للمنافس، وهو السبب في التعامل التكتيكي الجيد مع البحرين
وتحقيق الأفضلية أمامه وقطع كل الطرق إلى مرمانا مقابل فرض الرقابة على مفاتيح لعب الأحمر البحريني. في الشوط الأول مالت الأفضلية لمنتخبنا الذي سيطر على الملعب ومنع انطلاقات خطرة للبحرين في ظل تراجع الأحمر للدفاع واصطفاف لاعبي عمان جيدا وتحقيق المطلوب بهدف التقدم وإن جاء بخطأ فردي لدفاع البحرين. وهذه النوعية من المباريات يجب أن تستغل خلالها أي فرصة متاحة، وهو ما حدث بالفعل. وبعد التأخر تخلى منتخب البحرين عن حذره وتقدم للهجوم الضاغط، وأجاد المدرب الهولندي فيربيك الذي غير طريقة لعب المنتخب خلال البطولة ولعب في بداية البطولة ب4-3-2-1 ثم ب4-4-2، وفي مباراة الأمس أمام البحرين عاد إلى الطريقة الأولى أمام الإمارات ولعب بثلاثة محاور في الوسط أمامهم لاعبان لصناعة الفرص وتشكيل خط دفاع متقدم يمنع لاعبي البحرين من بناء الهجمات في محاولة لإحداث التوازن بين الخطوط واحترام منتخب البحرين. ويعد سعد السهيل الظهير الأيمن لمنتخبنا أفضل اللاعبين خلال الشوط الأول، ونجح في أن يلعب أكثر من 5 كرات عرضية صنعت الخطورة، وهو العنصر الإيجابي في صناعة الخطورة. وفي الشوط الثاني ورغم الأفضلية البحرينية لم ينخدع منتخبنا لمحاولة جذبه لفتح الملعب والتقدم إلى الأمام، ورفع شعار ضرورة احترام المنافس وردة فعله، الأمر الذي منحه بطاقة العبور إلى النهائي والأداء المتميز خلال البطولة عموما، حيث لعب بواقعية واستغلال الإمكانيات وتوظيفها بالشكل الأمثل بحسب قوة المنافس. من جهتها أشارت صحيفة القبس الكويتية إلى فوز منتخبنا وبلوغ نهائي خليج 23 بعنوان قالت فيه: عمان يعصف بالحلم البحريني. وذلك في إشارة منها إلى أن المنتخب البحريني كان يريد أن يكسر النحس في التتويج بلقب لم يعرف طريقه إلى خزائنه حتى النسخة الأخيرة، وذلك رغم أن المنتخب البحريني يعتبر واحدا من أكثر المنتخبات مشاركة في هذه التظاهرة الرياضية. في المقابل تناولت الصحف البحرينية الصادرة اليوم وداع منتخب بلادها البطولة أمام منتخبنا الوطني وتبخر الحلم بالتتويج باللقب الأول في تاريخها لتخرج صحيفة الأيام بعنوان قالت فيه: النيران الصديقة تصعد بعمان لنهائي خليج 23. وقالت الأيام: حقق الفريق العماني الفوز بنيران صديقة، حيث سجل المهاجم مهدي عبد الجبار هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 29 في وقت سيطر فيه الأحمر البحريني على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، ولكن فايز الرشيدي حارس عمان أنقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة ولعب دورا محوريا في وصول بلادي للنهائي. في دورها صحيفة أخبار الخليج أبرزت الليلة الوداعية للأحمر البحريني واصفة الخروج بالمفاجئ، فعنونت تقول: خروج غير متوقع. وذكرت الصحيفة أن هناك ارتياح في الأوساط الرياضية رغم خروج المنتخب من الدور قبل النهائي في ظل الحضور القوي والمثالي للاعبي المنتخب وإصرارهم الملحوظ على التنافس الحقيقي لنيل لقب البطولة. وبالعودة للقاء، فقد استحق نجم وقائد منتخبنا الوطني أحمد مبارك كانو بأن يتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك وفق صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت: كانو أفضل لاعب في مواجهة عمان والبحرين. ولم ينسى كانو الإشادة بزملائه في المنتخب الوطني وهو يستلم جائزة أفضل لاعب في المباراة، واعدا الجماهير بتقديم كل ما لديهم في اللقاء الختامي أمام المنتخب الإماراتي للعودة بالأهم وهو كأس الخليج. تدافعت جماهير المنتخب الوطني أمس بكثافة على الكويت للوقوف خلف المنتخب الوطني في مباراته المهمة أمام البحرين بدور الأربعة ببطولة كأس الخليج، فكان اللاعب 12 الأميز في ليلة النصر. ومن المتوقع أن تزداد أعداد جماهير الأحمر مع ارتفاع الطموح للعودة بالكأس. صحيفة عمان رصدت الزحف الجماهيري فخرجت بهذا التقرير:
تدافعت جماهير المنتخب الوطني أمس بكثافة على الكويت للوقوف خلف المنتخب الوطني في مباراته المهمة أمام البحرين في دور الأربعاء ببطولة كأس الخليج. ومنذ الصباح الباكر بدأت الجماهير في الإقبال على مطار مسقط لحجز مقاعدها في سرب الطائرات الذي خصص لنقلها إلى الكويت عبر العديد من المبادرات الوطنية لتأمين الدعم الجماهيري وقوة الدفع المعنوية للاعبي الأحمر لتحقيق النتيجة الإيجابية. تسابقت الجماهير بدافع وطني كبير لأن تسجيل حضورها في دفتر دعم المنتخب الوطني، وهو يدافع عن سمعة الكرة العمانية ويبحث عن تحقيق الانتصارات والإنجازات التي تتناسب والطموحات الكبيرة. ارتفع سقف طموحات الجماهير كثيرا عقب الظهور المشرف للمنتخب الوطني في مباريات الدور الأول ونجاحه بجدارة في تصدر مجموعته الأولى القوية التي ضمت الكويت المستضيف والمدعوم بقوة جماهيرية كبيرة بجانب منتخبي السعودية والإمارات. أدى سقف الطموحات الذي ارتفع إلى عودة ثقة الجماهير في لاعبي الأحمر وقدرتهم على منحهم حق الفرح في كأس الخليج وتجاوز محطات سابقة لم يكن فيها الرضا في قمة بشأن ما يقدموه اللاعبون من مستويات فنية. حظيت الجماهير بتسهيلات كبيرة في رحلتها إلى الكويت بتعاون الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية واتحاد الكرة والطيران العماني والعاملين في مطار مسقط، وتم تسهيل صعودهم للطائرات المخصصة لهم رغم التدافع الكبير. وساهمت إدارة ملعب جابر أيضا في تسهيل مهمة دخول الجماهير من خلال فتحها مبكرا للأبواب وقبل أكثر من 3 ساعات عن موعد المباراة لتجد جماهيرنا الفرصة الكافية لدخول الملعب وحجز مقاعدها في المدرجات والاستعداد للقيام بواجبها تجاه نجوم الأحمر. شكلت جماهير المنتخب الوطني حضورا جيدا في المدرجات وظلت تساند وتدعم الأحمر بقوة خلال وقت المباراة وذلك عبر التشجيع المتواصل. وظلت الجماهير تسجل حضورها بقوة في المدرجات خلال المباريات الماضية ممثلة في الرابطة التي لم تقتصر في دورها وظلت تحث اللاعبين على الأداء القوي والجاد، وهو ما كان له دورا مؤثرا في قوة التشجيع والمساندة ودعم مساعي نجوم الأحمر لتحقيق النتائج الإيجابية التي أبهرت الجميع في بطولة كأس الخليج. للحديث أكثر حول ما جرى وما آلت إليه مباريات نصف النهائي ومن تصاريح ومقالات إخبارية، نتحول بكم إلى الزميل أيمن الفجراني المتواجد في المركز الإعلامي هناك في دولة الكويت. مساء الخير أيمن، أكيد انتصار منتخبنا بالأمس كان هو الأبرز في مقالات الصحافة لهذا اليوم. صباح الخير جحنون بتوقيت الكويت ومساء الخير بتوقيت السلطنة هناك، وكل التحية لك ولكل المشاهدين الأحبة من يتابعنا بكل تأكيد عبر برنامج عناوين، وما زلنا من خلال هذا البرنامج نطالعكم بأبرز عناوين الصحف الخليجية التي خرجت لهذا اليوم. بكل تأكيد هناك العناوين الأبرز التي خرجت بها الصحافة متغنية بالتأهل لمنتخبنا الوطني رفقة الأبيض الإماراتي. ربما بالأمس تابعنا فعلا مباريات جميلة جدا، مباريات جماهيرية بكل تأكيد شهدها أستاذ جابر الأحمد. نقول فعلا مبروك لمنتخبنا الأحمر هذا التأهل وهذا التألق وهذا الفوز، وشكرا من القلب إلى القلب لكل الجماهير العمانية، جماهير النبض الواحد العاشقة والتي جاءت متعنية وملبية النداء لمؤازرة الأحمر الذي أثبت وجوده وبقوة في المستطيل الأخضر هنا بأرض النهار دولة الكويت، أرض الصداقة والحب والسلام التي جمعت في هذا العرس الخليجي كل الأشقاء بقلب وروح واحدة. بكل تأكيد أيضا جحنون أطالعك بأبرز العناوين التي خرجت بها الصحافة لليوم، وبكل تأكيد كالعادة نبدأ بالعدد الخاص ببطولة خليجي 23 وبهذه اللوحة الجميلة والاستثنائية من العدد الذي خرج به اليوم من البطولة، رأسية عكسية أهلت أبناء السلطنة وأطاحت بالبحرين عمان والإمارات إلى نهائي خليجي 23 وركلات الترجيح في المباراة
الأخرى تبتسم للأبيض على حساب أسود الرافدين عمان إلى النهائي برأسية عكسية. فيربك فخور باللاعبين وسكوب يقول لم نكن الأسوأ. الإمارات في النهائي بالترجيحية. وقاسم في المؤتمر الصحفي قال كنا الأفضل. وزاكروني يقول فوز صعب. الشماري أيضا تحدث عن بطولة خليجي 23 وقال أن خليجي 23 ناجحة بكل تأكيد تحكيميا، وربما لقطات جميلة أيضا تابعنا من خلالها اللقطات لحضور الأطفال والفئات العمرية الصغيرة التي حضرت وشاركت هذا العرس الخليجي بكل تأكيد، سواء كان من الجماهير الكويتية أو حتى أيضا من الجماهير العمانية والعراقية والإماراتية التي كانت حاضرة بالأمس باستاد جابر الأحمد. وأخيرا الموج الكويتي عطاء كبير دون مقابل، وهنا أيضا لقطات جميلة ومميزة ورائعة من يوميات خليجي 23 التي حفل بها استاد جابر الأحمد. عمل دؤوب فعلا في المركز الإعلامي مثلما تتابع وتتابعون مشاهدينا الأحبة. كل يوم نتابع من خلال المركز الإعلامي الكثير من القنوات التلفزيونية الناقلة، العديد من الصحفيين المتواجدين، لذلك فعلا العمل دؤوب وكبير جدا. الجمهور يخطف الأضواء في نصف النهائي وفعلا شكلوا ملحمة ولوحة استثنائية جميلة وجميلة جدا. الأنباء الكويتية أيضا في أيضا صحيفة أو في القسم الرياضي خرجت بالأحمر العماني في النهائي، ولقطات جميلة مميزة من مباراة الأمس. معلول للأنباء قال أن لاعب الأزرق ما قصروا يستحقوا التحية، أما الجوكر فالأزرق مر بظروف صعبة وقادر على النهوض بكل تأكيد. وما زالت الراعي الرسمي لهذه البطولة الفيفا تستمر في منح جائزة أفضل لاعب في مباريات خليجي 23، وبكل تأكيد نبارك أيضا لأحمد كانو الذي كان الأبرز بالأمس في مباراتنا أمام المنتخب في مباراة المنتخب بالأمس، حصل على أفضل لاعب في مباراة الأمس. استاد جابر الدولي احتضن أهل الخليج ورابطة المشجعين العمانية احتفلت في المباركية، وبالفعل كانت هناك مسيرات استثنائية جميلة واحتفالات رائعة ومميزة حتى الصباحات الباكرة من هذا اليوم. حديث أكثر جحنون يطلعنا عليه من خلاله أيضا عميد الصحفيين والأستاذ الراعبي الذي يقف بجانبي الأستاذ ناصر درويش نائب مدير التحرير بالشؤون الرياضية. نرحب بك أستاذ ناصر، وبكل تأكيد نلاحظ من وجهك تباشير الفرحة، حاضر أيضا حتى اليوم، وبكل تأكيد نبارك لكل عماني وعاشق للأحمر هذا التألق وهذا الفوز لمنتخبنا الوطني بالأمس. السلام عليكم ورحمة الله. بكل تأكيد فرحة كبيرة، فرحة بلد، فرحة وطن. الجماهير التي حضرت أمس لم ترجع خائبة، منتخبنا كان في الموعد وهذا ما عودنا عليه طوال البطولة. نعم. إن شاء الله يواصلوا نفس العطاء، يواصلوا نفس التألق، وراجعين بالكأس إن شاء الله. نعم. ثقتنا كبيرة وطموحاتنا كبيرة في أن يظهر المنتخب ويعيد الفرحة التي غابت عننا ثمان سنوات من آخر بطولة حققناها في مسقط. نعم. الفرصة خلقات وحان الوقت أن نستثمرها ونعود باللقب إن شاء الله. نعم. ربما بعض العناوين التي خرجت بها الصحافة أستاذ ناصر ربما يعني ليست بذاك المستوى التي أشارت به بمستوى الأحمر بالأمس، يعني لم يقدم منتخبنا ذاك المستوى الذي ظهر به في دور المجموعات، تعليقك على هذا العنوان؟ مباراة أمس كانت مباراة كؤوس. نعم. فكان لابد التعامل معها بنفس الطريقة التي لعب بها المنتخب الوطني. احنا احرزنا هدف في الشوط الاول، كان لابد ان نحافظ على هذا الهدف. نتيجه طبيعيه المنتخب البحريني ان يهاجم في الشوط الثاني، وهذا ما حصل. كانت ردة الفعل، لكن كان هناك في التزام تكتيكي من اللاعبين، خاصه خط الظهر. نعم. استطاعوا ان يبعدوا الخطوره، وفي النهايه ترى كره قدم. نعم. يعني نتيجه هي في النهايه تحسب نتيجه، لا يحسب المستوى. وامس فعلا لاعبوا المنتخب عرفوا ان يتعاملوا مع المباراه وظروفها والاحداث اللي صارت في الشوط الثاني، وتفوق المنتخب البحريني، لكن هذا في النهايه جاء لصالح المنتخب، وفعلا نجحوا اللاعبين في المحافظة على النتيجة وانهى المباراة لصالحهم. نعم. الصحف البحرينية أستاذ تحدثت أيضا عن ربما المستوى، سعيدة جدا بالمستوى المنتخب البحريني وحزينة على بكل تأكيد على الخروج، كما أنها قالت أن منتخبنا فقط تأهل برأسية عكسية بالنيران الصديقة، ولكنه كان الأكثر نجاحا، أكثر تواجدا في أرضية الملعب. كرة القدم لعبة أخطاء،
ونحن خسرنا مباراة الافتتاح مع الإمارات من ركلة جزاء، ويمكن ركلة جزاء فيها الكثير من اللغط وكثير من الشكوك، وكانت لنا أيضا في المباراة الافتتاحية وكانت أيضا لنا ضربات جزاء لما انتهت مباراة انتهت وفاز المنتخب الإماراتي، وأمس أيضا كان حققنا هدف سواء الهدف هذا جاء بخطأ، والمهم أنه أحرز في النهاية واعتبر هدف المنتخب البحريني، قدم ما عليه فعلا وقدم مباراة جيدة، لكن أيضا لا نبخل حق المنتخب الوطني، أيضا كان قدم مستويات جيدة في البطولة، يعني من بداية من أول مباراة، وهو يستحق أن يصل إلى النهاية، وهو مؤهل أن يفوز بالكأس عطفا على المستويات اللي قدمها. لا نحكم عليه في مباراة واحدة من مباراة البحرين، مباراة البحرين كما قلت لك مباراة استثنائية لها ظروفها، وأيضا حتى المباراة النهائية لها ظروفها، المهم أنك كيف تتعامل مع المباراة، كيف تستطيع أن تحسم النتيجة لصالحك، كيف توظف إمكانيات اللاعبين وقدراتهم، واللي تكسبه العبه. جميل، يعني ما زلنا نطالع فعلا العناوين البحرينية، وبكل تأكيد أيضا من ضمن العناوين أنها امتلكت لاعبين كبار وخبرة وربما للمستقبل القادم. هل تتفق فعلا أن هنا العناصر البحرينية التي الآن في بطولة خليج 23 قادرة فعلا للاستحقاقات القادمة المستقبلية؟ منتخب البحرين قدم جيل كان في نفس الجيل لاعبين السابقين، والحين جيل آخر قادم للكرة البحرينية بكل تأكيد، يعني يمكن لأول مرة من سنوات طويلة نشاهد هذه اللحمة البحرينية من الجماهير، من الإداريين، من اللاعبين، من الوزارة، من اللجنة الأولمبية متكاتفين مع بعض، وهذا بكل فيما يتعلق بشأن البحريني. نعم. بالنسبة للمنتخب البحريني. نعم. وأتمنى أن يستمر، يعني اليوم عودة البحرين إلى الواجهة، يعني البحرين وصلت إلى ملحق كأس العالم. نعم. ووجود منتخب البحرين بهذه المجموعة، وعندهم مدرب جيد على فكرة، مدرب يعني له فترة طويلة مع المنتخب البحرين وصبروا عليه، بكل تأكيد من هذا المنتخب سيكون له شأن لو استمر وحافظ على مستوى. نعم، إذن هم أيضا في الآسيوية تتوقع أيضا أنت عطفا على النتائج مثل ما ذكرت أنهم قادرون أيضا على مقارعة كبار ربما المنتخبات. إذا كنا نعمل سواء دول الخليج جميعا بلا استثناء، لأن معظم المنتخبات الخليجية متأهلة لنهائيات كأس آسيا، وفي هذه البطولة كانت فرصة لها أن تحضر مجموعة من اللاعبين الشباب لتجربتهم، لأن المشوار طويل وكأس آسيا تحتاج لنفس طويل، لكن أيضا لا ننسى الدول الأخرى الآسيوية المتأهلة، إذا كنا نحن نعمل هم يعملون أيضا ويشاهدون ويتابعون، لكن كيف نستفيد ان النهائيات في المنطقه، هذا الاهم، والاهم الاكبر ان اليوم ايضا عندنا بعد كاس اسيا تصفيات كاس العالم وتصفيات ونهائيات كاس العالم حتكون في المنطقه. نعم. الكل جالس يعمل، مش فقط الاتحاد البحريني او الاتحاد العماني، جميع الاتحادات جالسه تعمل علشان بناء جيل جديد، لان يعني في هناك عناصر لن تستمر حتى 2022 بكل تأكيد، يكون أعمارهم سنية قد انتهت، لكن في جيل آخر قادم، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى. نرجع إلى الشأن العماني، وبكل تأكيد اليوم الصحف هناك بالسلطنة خرجت بعناوين مختلفة مبتهجة بهذا العرس الخليجي، وإشادة بكل تأكيد أيضا بحصول أحمد كانو كأفضل لاعب. أحمد كانو يمكن واحد من ربما كبار اللاعبين اللي فعلا نفتخر به، واللي دائما ما يثبت لنا أنه هو قادر على العطاء لسنوات طويلة. ربما أحمد مبارك إلى الآن هو أفضل لاعب موجود في البطولة، وهذا بشهادة الجميع وبشهادة اللجنة الفنية المعنية بالإحصائيات البطولة. أحمد كانوا فعلا قائد ليس داخل الملعب إنما خارج الملعب، أيضا مع زملائه المدرب يعول عليه كثيرا، خبرة كانوا يعني ساهمت في أن يكون عنصر فاعل في هذه البطولة، وقاد المجموعة اللي معه، خاصة اللاعبين الشباب صغار السن، لأنه هو يدرك، لأنه عندما بدأ من المنتخب في المنتخب الوطني كان عمره لم يتجاوز 17 سنة، الحين دوره هو الحين إن اللاعبين الصغار هذولا إن يتعلموا منه
النار. نعم، وفعلا ما نلاحظ ربما صار ناصر يعني في أرضية الملعب هو القائد، هو الموجه للاعبين. نعم نعم نعم. وهو ربما يوازن بين الخطوط فعلا في أرضية الملعب. صحيح، لأنه استفاد خبرته الميدانية كبيرة، يعني يمكن يمكن أكبر أكثر لاعب، يعني حوالي 153 مباراة لعبها إلى دولية إلى الآن، فهذه بكل تأكيد كان خبرة تراكمية، وهو عميد اللاعبين في هذه البطولة. نعم، هناك أيضا عناوين كانت فيما سبق شككت أنه التواجد على الحبسي راح يشكل ربما ربكة في صفوف المنتخب، هذا لم يظهر فعلا منذ بداية انطلاق البطولة، بالفعل أثبت اليوم عديد نجوم منتخبنا بتواجدهم بقوة وحرصهم الشديد على ربما يعني التميز من مباراة إلى أخرى. فايز الرشيد يمكن واحدة من المباريات الأخرى اللي قدمها وكانت مميزة كانت مباراة الأمس. فايز مميز ليس في هذه البطولة، إنما حتى يعني في الدور المحلي فايز مميز، كان فرصة له بعد ما جلس لسنوات طويلة في دكة الاحتياط لعلي الحمسي، جاءت الفرصة أن يثبت وجوده وفعلا أثبت وجوده. حراسة المرمى لا خوف عليها، هناك أربع حراس مرمى آخرين في نفس في نفس في نفس في نفس المستوى، وإن شاء الله سواء أن علي تواجد أو لم يتواجد المنتخب لم يؤثر، وإن كنا نتمنى كان على الحبس أن يكون متواجد معنا، لكن هذه فرصة لإظهار فايز الرشيدي في هذه البطولة، ونتمنى أن يكون أفضل حارس في البطولة لأنه هو الحارس الوحيد إلى الآن اللي حصل على لقب أفضل حارس. كسؤال أخير وبشكل سريع أستاذ ناصر، يعني فعلا الجماهير العمانية تستحق كلمات الشكر والثناء، هل من كلمة أيضا من خلالك ممكن قولها فعلا إلى الجمهور العماني؟ وأيضا هم ليسوا بحاجة إلى دعوة، لكن دعوة أخرى نظيفة مجددا عبر البرنامج للتواجد بإذن الله تعالى في النهاية، وأيضا المبادرات التي نتمنى أن تكون حاضرة أيضا في النهاية. منذ 2009 الجمهور العماني يعني كان في حاجة إلى كان في حاجة إلى فرحة بعد 2009، وفعلا تحققت هذه الفرحة، افرحوا مثل ما شئتم، غنوا، لكن وفق أسس وفق حدود هذا منتخبكم وهذا هذا بلدكم، اتمنى انكم تتواجدوا، انكم تساندوا. شكرا لكل من حضر الى الكويت، شكرا لكل من تابع، شكرا للشركات الراعيه، شركات داعمه، وزاره الشؤون الرياضيه، الشركات الاخرى التي قدمت مبادرات. اتمنى ان الجمهور في المباراه النهائيه يكون اكثر وان يتفاعل مع المنتخب وان يعيش الفرحه، وتاكدوا اننا إن شاء الله قادرين على العودة بالكأس إن شاء الله. بإذن الله تعالى، وشكرا لك أيضا أنت أستاذ ناصر على حضورك وتواجدك، بكل تأكيد أنت تعد إضافة كبيرة أيضا لهذا البرنامج، وعسى أن نلتقي بإذن الله تعالى يوم النهائي ونحن متواجدون أمامنا إن شاء الله. يا رب كل التوفيق لك. إذا أعود لك جحنون، وهكذا كان حديث أستاذ ناصر درويش عن ربما الأحداث والتفاصيل من صحافة اليوم. إذا كان هناك متسع من الوقت أيضا ستكون لنا عودة أخرى لمتابعة أيضا العناوين الأخرى من الصحف الخليجية لهذا اليوم. شكرا زميل أيمن، وتحية أيضا للأستاذ ناصر درويش. حظي منتخبنا الوطني بإشادة واسعة من قبل العديد من الشخصيات الرياضية. صحيفة الشبيبة رصدت آراء نجم المنتخب القطري السابق مبارك مصطفى، فعنونت: العماني الأفضل فنيا وتكتيكيا. وقال مبارك مصطفى: من الناحية الفنية والتكتيكية في رأيي الشخصي المنتخب العماني كان الأفضل والأقدر في الوصول لهذه المرحلة، خاصة أنه في سلم تصاعدي من ناحية التكتيك الفني والمهاري والنتائج والتي حققها، فبعد خسارة غير متوقعة كان فيها الأفضل في معظم مجريات المباراة مع الإمارات، ظهر بصورة متميزة وحقق سلسلة من الانتصارات. لا يزال مصير بطولة كأس الخليج القادمة التي ستحمل الرقم 24 يحيط بها الغموض في ظل الصمت الواضح بشأن الأمر من جانب المسؤولين في اللجنة المنظمة الحالية لبطولة الكويت، وغياب الاتحاد الخليجي لبطولة كأس الخليج عن المشهد بسبب تعطيل لائحته ودوره في البطولة والرجوع للائحة القديمة ونظام إدارة البطولات السابق. صحيفة عمان تابعت فعنونت: ما بين الغموض والصمت والتأجيل. خلال الأيام السابقة للبطولة أثير موضوعا إعلاميا، وصدرت بعض التصاريح من الأمين العام للاتحاد الخليجي القطري
جاسم الرميحي الذي أكد أن قطر هي التي تملك حق استضافة البطولة القادمة. وعزز نائب رئيس اتحاد الكرة جاسم الشكيلي بوصفه عضوا للمكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي من موقف الرميحي، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي سبق أن قرر إقامة البطولة في الدوحة بعد قرار نقل النسخة الحالية إلى الكويت، وأزاء التأكيد القطري بحقية الاستضافة البطولة المقبلة. برزت أصوات عراقية ترى أن خليجي 24 ستكون في بلاد الرافدين. ابقوا معنا، فصل قصير ثم نتابع. أهلا بكم، نعود مرة أخرى إلى زميل أيمن الفجراني المتواجد في المركز الإعلامي في دولة الكويت ومزيد من القراءات الصحفية. تفضل أيمن. شكرا جحنون، ومجددا نرحب بك، وبكل تأكيد أيضا هناك عناوين مختلفة جحنون. ربما بالفعل المنتخب العراقي حزين جدا للخروج بالأمس، ومن ضمن العناوين ربما الأنباء كانت متواجدة مع نجم المنتخب العراقي السابق قصي منير الذي أكد أن عدم وجود ضغوطات على اللاعبين، وعدنا برابع أولمبياد أثينا لكنني لم أرفع كأس الخليج. وبكل تأكيد حزين، وقال عندما يلعب المنتخب ولا يحقق أي نتيجة سيكون بالتأكيد ضحيتها المدرب. أيضا تفاصيل أخرى سيطلعنا عليها بكل تأكيد ضيفي المتواجد هنا بالمركز الإعلامي صحفي جريدة القبس إعلامي كويتي الأستاذ سعد دعايد. مرحبا بك أستاذ سعد مجددا. يعني أعتقد أيضا إذا تطرقنا لمباراة الأمس بين المنتخب العراقي والإماراتي، بعض العناوين الصحافة قالت أنها ربما كانت مملة ولكنها وعدت بالكثير، كانت ضربات الترجيح لصالح المنتخب الأبيض. للأمانة كان فريقان يعني مو بمستوى دور المجموعات اللي قدموا خلال مباراة دور المجموعات، لكن أين مباراة جميلة خصوصا فرصة ضائعة بين الفريقين. افتقدنا الأهداف، وتعرفون أن حلاوة أي مباراة من خلال الأهداف. الإمارات لا زال تفتقد اللمسة الأخيرة، وحتى وصولهم النهائي لم يسجلوا سوى هدف واحد ومن ضربة جزاء. بالمقابل المنتخب العراقي لم يعد بالكثير مثل ما رأيناه بدور المجموعات، عانى من سوء تنظيم خصوصا في خط الوسط، لذلك انت آلت المباراة إلى ضربات الترجيح والتي ترجحت كفة من الإمارات بالنهاية. نعم. واحد من العناوين اللي لفتت انتباه أستاذ جابر الدولي احتضن أهل الخليج. وربما هي الصورة ربما تعبر عن ألف كلمة. سعد عايد، فعلا ملحمة شكتها الجماهير منذ بداية البطولة وحتى نصف النهائي، وأتوقع أن النهائي سيكون حافل بالحضور الجماهير الكبير. بالبداية نحن في الكويت سعداء جدا، ونحن نذهب إلى أي مكان نشاهد أخوة الخليجيين. حضور خليجي لافت لم نتعوده السنوات الأخيرة. البطولة جذبت الأنظار إلى الكويت مجددا من ناحية أن الساحة الرياضية أصفها بهذا الشأن. سعدنا بوجودهم، رحبنا لا
مشجعين العماني احتفلت بالأمس في المباركية وكانت حديث أيضا الصحافة، كان ربما احتفال ملفت للأنظار فعلا. كل من تواجد بالمباركية سعد جدا بالأهازيج المتواجدة، بالأغاني الحاضرة، وأيضا فعلا أنهم أيضا كانوا أشادوا بهذا التنظيم الرائع للبطولة الخليجية. أنا أحب أقتبس كلمة للزميل صاحبي أخ اسمه محمد الناصر، قال أينما وجدوا العمانيين وجدت السعادة. كانوا في المباركية، الله يسلمك، كانوا في المباركية أمس ضايفين جو، خصوصا أن غابطة تواجدت في نص السوق والناس استمتعوا، شفنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكم الرهيب من الفيديوهات والإشادات الكبيرة جدا. وكذا احنا سعداء جدا بوجودكم في أرض الكويت. يعطيك العافية ونحن الأسعد بكل تأكيد يا سعد. يعني قصي منير واحد من أساطير الكرة العراقية، كان الأنباء حديث مع هذا اللاعب، تحدث أنه يعني يتمنى كان يوما ما أن يكون الكاس حاضرا فعلا في العراق، وقال أيضا ربما لفت انتباهي هذا العنوان عندما يلعب المنتخب ولا يحقق أي نتيجة سيكون بالتأكيد ضحيتها المدرب. أيمن، هذا حال الفرق العربية جميعها، دائما أول أي ضحية أخفاق. أي أخفاق يتحملها المدرب، لكن نرجع نقول في كأس الخليج الأمر استثنائي. يعني هل يتحمل في رأيك سعد باسم قاسم الخسارة بالأمس؟ لا تستطيع أن تحمل مدرب مسؤولية بطولة عدة لها قبل أسبوع واحد فقط. لو الأمر يتعلق بسنتين مثل البطولات السابقة تستطيع أن تتحملها، تحاسب المدرب، لكن خاصة العراق. يعني اليوم العراق الفترة الوجيزة للتجمع، الظروف ربما اللي حالة يعني بتجمعهم الانسجام، بعض العناصر كانت شابة لا تمتلك خبرة، كل هذا يمكن الظروف وأكثر. لكن أنا في رأيي ربما أتوقع أنه باسم قاسم قدم اليوم بطولة جدا استثنائية ويعتبر كمدرب خليجي واعد، وأظهر لنا عدة أسماء جديدة ومميزة. الجمهور الخليجي بدأ بالتعرف على أسماء لاعبين عراقيين جدد، جيل جديد ظهر الكرة العراقية. أضف إلى ذلك أن أبرز لاعبي المنتخب العراقي هو علي عدنان لاعب أودينيزي الإيطالي لم يشارك، بالإضافة للمهاجم الذي يلعب الدوري الأمريكي جاستن أيضا غاب. فالمنتخب العراقي افتقد عناصر أساسية، ما قدمه في هذه البطولة ليس بالسيء لكنه أمر جيد، خصوصا أنه إعداد للمنتخب مستقبل. وأيضا أؤكد أنه فعلا اللاعب رقم 16 الساعدي حسن يمتلك من الميزات ما تؤهله فعلا أتوقع للاحتراف، سواء كان في الأندية الخليجية أو حتى من يدري ربما أيضا في الأندية الأوروبية. أكثر من لاعب في المنتخب العراقي برز بصورة كبيرة، كذلك بالمنتخب الإماراتي شاهدنا أسماء جديدة. أعتقد أن بطولة الخليج كانت بطولة اكتشافات أكثر من أن شفنا أسماء تقليدية مثل السنوات الماضية. لا، شاهدنا منتخبات جديدة، منتخب عماني، منتخب البحريني وأغلب المنتخب العراقي. لكن هل برزت نجم معين في رأيك سعد؟ هل هناك سطع عن البقية مثلا؟ مثلا عندك منتخب البحرين سيد ضياء، المنتخب العماني أكثر ذوقي وأكثر من اسم آخر. كذلك المنتخب العراقي مهند وعلي فايز، هناك أسماء تركت بصمتها في هذه البطولة. نعم. يعني أتوقع أنه الإعلام بكل تأكيد يشكل هو النقلة النوعية في كل بطولة خليجية وهو الركيزة الأساسية. في واحد من المقالات كتب عليه هنيهاني كاتب، قال أن هناك من يحاول ربما إفساد الفرحة سواء كان في القنوات التلفزيونية أو غيرها من العناوين الخليجية. أعتقد نحن لسنا بحاجة، بالعكس نحن تجهيزنا اليوم للنهائي، وأتوقع أن البطولة ما زالت تحافظ على رونقها من الناحية الإعلامية. ممكن البعض كان يعني له عتب، يعني لا عتب نعم، لكن احنا بالنهاية البطولة المنتخبات لا تقدم نفس المستوى طوال البطولة، هناك تذبذب المستوى، هذا أمر طبيعي يحدث في كل البطولات. بطولة كأس الخليج ككل دائما شاهد فيها هذا السيناريو، فرق تقدم في البداية مستويات قوية تتراجع ثم تعود للمقدمة. المنتخب العماني أنا يمكن النقطة هذه تكلمت عنها مع زملاء، أن المنتخب العماني ربما لم يقدم أداء المشهود له مثل ما قدم في البدايات، لكن أنا أرى أن هذه هي انطلاقة فعلية للفوز باللقب. نعم. المنتخب البحريني في رأيك هل هم كسبوا فعلا جيل قادر على التنافس في الاستحقاقات القادمة إن صح القول؟ من يتابع الكرة البحرينية في السنوات الأخيرة يشاهد مستويات متراجعة جدا. المنتخب البحريني لم يتأهل إلى أي بطولات، بدأ بالخسارة، يعني خسر من فرق أقل من مستوى بالتصنيف كثير. أعتقد أن هنا العودة وكأس الخليج ستكون بوابة إنشاء منتخب بحريني قادر على المنافسة والعودة إلى البطولات الكبيرة بإذن الله تعالى. كسؤال أخير أيضا سعد، ما زالت
زالت الشكوك تحوم حول مستقبل خليجي 24، كثير من العناوين بين ربما مؤيد على إقامتها في العراق في قطر، يعني الآن الصورة غير واضحة بكل تأكيد عن هذا مستقبل الخليجي 24. هل اتضحت الصورة ربما حتى الآن؟ لا، الأمر بيد الاتحاد الخليجي الذي سيعقد اجتماع بهذا الشأن قريبا، وسيتم نقاش الأمر إما الإبقاء البطولة في دولة قطر أو نقلها إلى دولة العراق وأنا أو جمهورية العراق. أنا أرى أن البطولة أقرب للعراق من ناحية أن هناك فرحة عراقية أيضا بإلغاء الحظر على الملاعب. سعي عراقي دؤوب جدا لاحتضان هذه البطولة. عمل على مدار الأيام الماضية، نحن حتى نتلمسه هنا في المركز الإعلامي وعن طريق الصحف العراقية، هناك رغبة عراقية باستضافة البطولة لتكون أول بطولة بعد رفع الحظر عن ملاعبهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. نعم. أنا يعني أتوقع ليس يعني خلنا نتكلم عن النهائي بشكل سريع. نعم. لضيق الوقت، نهائي ربما واعد بين منتخبين واعدين وجارين، يعني نعم. أتوقع ديربي كبير سيحمل عنوان أبرز لعمان والإمارات، كيف تنظر لهذه المواجهة المرتقبة يوم الجمعة؟ مباراة عمان والإمارات بشكل عام هي ديربي خاص، مهما كانت مستوى الفريقين سواء فريق متقدم أو فريق متراجع لن تستطيع أن تتوقع النتيجة. هذه المباراة بين عناصر الخبرة وعناصر شابة، بين فريق راغب بالعودة إلى البطولات مجددا وبين فريق إذا أحرز اللقب سيمتلك الكأس بصورة نهائية. المباراة تعد بالكثير والمفاجآت واردة. هل ربما تستمر الأشواط الإضافية حتى ضربات الترجيح أم أنها لن تنتهي على أوقات إضافية؟ ستنتهي المباراة 90 دقيقة وربما ستكون بداية جديدة للكرة العمانية من خلال هذه المباراة وانطلاق فريق المستقبل. نعم، بإذن الله. ربي يسمع منك يا سعد، وكل الشكر لك سعد عايد صحفي بجريدة القبس. أعود لك جحنون، هناك أيضا عديد العناوين التي خرجت بها الصحافة العربية والعالمية. شكرا لك أيمن، وشكرا أيضا لضيفك العزيز. تغنت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم بتأهل منتخب بلادها لنهائي خليجي 23 بعد فوزه على المنتخب العراقي بضربات الترجيح وبنتيجة 4-2، لتخرج صحيفة الاتحاد بعنوان كتبت فيه قدها يا الأبيض. وذكرت الصحيفة أن التأهل الأبيض جاء بعد تغلبه على نظيره العراقي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ضمن مباريات الدور نصف النهائي للبطولة والتي أقيمت مجرياتها على استاد جابر الأحمد الدولي. وأكدت صحيفة الاتحاد أن الوصول للنهائي يعد ثمرة للعمل الذي قام به الجهاز الفني والذي طبقه اللاعبين في الفترة الماضية، والأهم أن ما تحقق ليس نهاية المطاف بل مرحلة في إطار التحضير للهدف الأهم وهو كأس آسيا. من جهتها تناولت الصحف العراقية تلاشي آمال التتويج بعنوان تقول فيه الإمارات إلى نهائي خليجي 23 على حساب منتخبنا الوطني، حيث خرج المنتخب العراقي من نصف نهائي خليجي 23 بعد خسارته أمام الإمارات بركلات الترجيح. وكشف مصدر للغد أن تدريب حد اللاعبين الذين سيضربون ركلات الجزاء الترجيحية، مبينا أن المدرب قاسم والكادر التدريبي تفاجأوا من بعض اللاعبين الذين رفضوا تنفيذ ركلات الجزاء، وأضاف أن اللاعبين هم مهند عبد الرحيم والمتخصص بتنفيذ الكرات الثابتة وركلات الثابتة علي فائز، لافتا إلى أن الرفض جاء بسبب خوفهم من الضغوط النفسية. وأشار المصدر إلى أن جميع اللاعبين رفضوا تنفيذ ركلة الجزاء الأولى فتصدى لها علاء عبد الزهرة. تأثير الإعلام السلبي والإيجابي على المنتخبات الخليجية كان محط دراسة للكاتب رعد العراقي، وذلك في مقاله المنشور على صفحات المدى. نتابع. دأبت وسائل الإعلام عبر كل دورات الخليج على انتهاج سياسة متقلبة في إيصال رسالتها عبر عدة مراحل قبل أن تستقر على مسلك واحد
تختتم بها تصورها الذي يراد به أن يظل عالقا في أذهان الجماهير ومن ثم يصبح تاريخا تردده الأجيال. خليجي 23 لم يتمكن من الخروج عن هذا النهج، حيث روجت وسائل الإعلام إلى قوة واستعداد جميع الفرق للمشاركة والتنافس بل والحصول على اللقب. هناك من تحدى عبر تشكيلة الخط الثاني لمنتخبه بعد أن صرح أنه لا يقل شأنا عن الخط الأول، وهناك من جاء وهو يحتمي بفكر تدريبي أجنبي له القدرة على قيادة فريقه نحو منصات التتويج. وعند انتهاء الجولة الأولى حدث تغيير طفيف في اللهجة والأسلوب، ومن حقق النتائج الجيدة زاد من نبرة التحدي، ومن فشل في الاختبار الأول بدأ بالتبرير. وهنا فأن قوة وتأثير الرسالة الإعلامية لكل بلد مرهونة بقدرتها الفنية والإدارية وأسلوب إيصالها للمتلقي. ثم تغيرت تلك الصورة مرة أخرى، وبدأ الحديث عن قلة التحضير والتلميح إلى أن كل الفرق المشاركة جاءت بعناصر شابة لا تمتلك الخبرة الكافية باستثناء المنتخب العراقي. وهنا يبرز التساؤل المهم، لماذا تحاول وسائل الإعلام الإيحاء بأن المنتخب العراقي أكثر جاهزية ويمتلك الخبرة والممارسة دون المنتخبات الأخرى بعد أن قدم أداء عاليا وحصد أكثر معدل من النقاط للمجموعتين؟ الجواب ربما يكون أكثر منطقا وإقناعا، برغم أن كتابة سطور هذا المقال قبل لقاء العراق والإمارات بالدور نصف النهائي لأسباب تتعلق بوقت النشر قبل ساعات من بداية اللقاء. وبغض النظر عن تأهل منتخبنا من عدمه للمباراة النهائية، فإن ما تم التركيز عليه بهذا الجانب لم يأتي من فراغ، بل لتفريغ الدورة من قوتها وإعطاء التبرير لجماهير الدول التي لم تتأهل إلى المربع الذهبي. وكذلك هي مقدمات لمن لم يتأهل إلى المباراة النهائية بعد أن أدركوا أن هناك إشارات باحتمالية بأن يكون اللقب عراقيا، وبعكسه فإن ذلك يحسب لهم لأنهم استطاعوا الفوز على المرشح الأكثر خبرة وجاهزية. إن عدم انتباه إعلامنا إلى تلك النقطة الحيوية وضعف التغطية المؤثرة وطبيعة السلوك المهني التي لا يعرف أساليب التمويه والمخادعة جعلت الجميع يذهب إلى ترديد ما روجته تلك الوسائل تحت تأثير الاعتزاز والفخر بقوة منتخبنا وأدائه الكبير. وصلنا بكم إلى فقرة الكركتير وعدسة الصحافة، متابع. إلى هنا وصلنا إلى ختام وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم عناوين، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.